جعلنا من الماء كل شيء حي. خلق الله العلي العظيم. بعد القطاع الماء العذب تماما من قضاء أبو الخصيب، ومات كل شيء، وهتك الحرث والنسل، وتوقفت عجلة الحياة في القضاء بكل جوانبها البشرية والزراعية والصناعية والتجارية، وغير النظام البيئي بكل عوامل الحياة، وغير الحية وغير الحية. وبعد أن تم البدء بتنظيم ضخ الماء العذب من مشروع البدعة إلى كل مناطق محافظة البصرة، وبنظام جدولة المبرمجة من قبل مديرية ماء البصرة، وبعد الجهد الجهيد من المرجعية العليا، إلى أن قضاء أبو الخصيب الذي يبلغ تعداده السكاني أكثر من 450 ألف نسمة اعتبر قضاء منسيا، ولم يحصل إلا على أقل من 10% من حصة المقررة له بسبب تهالك الأنبوب الناقل للماء وكثرة التجاوزات عليه. ولما كانت الأنابيب النفط الناقلة تمر عبر هذا القضاء إلى المواني العراقية، وحصتنا منها الجوع والعطش والأمراض السرطانية، ومن هنا كان إلزاما علينا نحن